او السله او الطايره، في العاب كتير جدا. والنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي بتقدم خدمه كبيره وبتقدم رساله كبيره، مش خدمه دي رساله، ده واجب على قناه النادي الاهلي وجمهور والنادي الاهلي نفسه انه ينشر الالعاب ويحط السبوت على هذه الرياضات. وسنستمر ان شاء الله كقناه النادي الاهلي في اداء دورنا بكل الحرفيه وبكل المهنيه وبكل الاحترام لكل الاطراف. طيب معانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن رؤوف والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم، ومبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي والفريق الفني والاداري والطبي، وطبعا ابطالنا اللاعبات اللي شرفونا كان عند حسن الظن النهارده. يعني كابتن رؤوف، يمكن انا اعرف شخصيا مدى الجهد اللي حضرتك بتبذله عشان يظهر هذا المظهر على الشاشه من الالتزام والناحيه الفنيه والناحيه الاداريه، كل المنظر المشرف ده انا اعرف قد ايه حضرتك بتبذل مجهود ليلا ونهارا عشان المنظر ده يخرج. اكيد البطوله دي تعني لحضرتك الكثير خاصه في حضور هذه الجماهير الغفيره. والدعم الاول طبعا احيي الكباتن كابتن سابح لبيب وكابتنة النادي الاهلي كابتن سلوى سليمان، وبقول ان هم منورين الاستوديو مع حضرتك. طبعا هم بيسلموا على حضرتك جدا يا كابتن رؤوف. لا كلكم ابطال ومثلتوا النادي الاهلي وسواء في كلاعبين او هم كاجهزه، فببارك لهم. وبقول انا اعتقد ان الفلسفه بتاعه اداره النشاط الرياضي المفروض تتلخص ان هي توفر الجو المناسب للفرق الرياضيه علشان تحقق الانجازات. يعني المفروض احنا الدور بتاعنا ان ما نخليش اي فرقه تقول ان انا محتاجه اي حاجه، يعني قبل ما تطلبها تكون جاهزه. فاعتقد ان احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نقف جنب جميع الفرق الرياضيه، لان كما تعلم كل جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيبحث تملي عن المقدمه عن المركز الاول، والحمد لله. يعني عايز اقول برضه يروح الفانيلا الحمراء اهي بتتذاع دلوقتي قدامي اخر ثانيه واخر لحظه. بلس 90 يا كابتن رؤوف، بلس 90 النادي الاهلي. وهو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هم بيقولوا ان التملي في الدقيقه 90 بيفوز. لا دي الروح القتاليه اللي بتتوارثها يعني الاجيال عن بعض. فيعني بقول الحمد لله، والجماهير اهي اللي موجوده قدامي دول يعني هم اللي ورانا في كل حته، فبنعدلهم هذا الفوز. والف الف مبروك لجميع اللاعبات والجهاز الفني والاداري والطبي، والف مبروك ليكم في الاستوديو والف مبروك. كابتن رؤوف عايز اسال حضرتك سؤال، يمكن وجود الجماهير بالغفيره بالشكل ده والتزامهم وعدم الخروج عن الاصول في التشجيع يعني يطمن حضرتك كتير قبل بطولات افريقيا القادمه، صحيح ولا انا غلطان؟ والله هو كلامك مظبوط، وعايز اقول كمان يعني المفاجأة الكبيرة ان امبارح طرحنا التذاكر بتاعة البطولة الافريقية، يعني نفذت في خلال نصف ساعة. يعني الجماهير بإذن الله هتحتشد ورا الفرق بتاعتنا بتاعة كرة الطائرة سيدات، وبإذن الله الرجال، والحمد لله. يعني في الكريتيكال تايم اللي كان موجود وكان تقدم علينا ناس سبورتنج في بعض لحظات في المباراة، ولكن التزمت جماهير النادي كلها الأهلي بالتشجيع المثالي زي ما شفناه، وبإذن الله هتمتثل في البطولات الأفريقية علشان دي تكون رسالة لعودة الجماهير بإذن الله لمباراة كرة القدم بإذن الله. بإذن الله. كابتن رؤوف ما ينفعش حضرتك تبقى معايا على الهواء وما اسألكش عن الاستعدادات أو آخر الاستعدادات لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي ستنطلق إن شاء الله يوم بالكثير يمكن 6 مارس. قول لنا يعني يا كابتن برضو الاجتماع الفني إمتى؟ المفترض كم فرقة المفروض تشارك؟ يعني إدينا الكواليس اللي عند حضرتك حتى الآن. يعني هو الحقيقة طبعًا على طول اتشكلت لجنة برئاسة أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ محمد الجرحي ومحمد الضماطي، وعلى طول ابتدت اللجان كلها تشتغل، والحمد لله. يعني احنا في المراحل النهائيه، لان خلاص النهارده 2 والاجتماع الفني يا كابتن باذن الله هيكون في احد الفنادق يوم 5 اللي هو يوم الاثنين الجاي الساعه 1 الظهر، ده هتجرى فيه القرعه، وبعد كده الافتتاح باذن الله. احنا محضرين مفاجأة كبيرة جدا لجماهير النادي وعشاق النادي الأهلي في حفل الافتتاح اللي هيكون يوم الثلاث الساعة 5، طبعا
هو تزامن طبعا الافتتاح مع مباراه كره القدم في افريقيا، هتكون مباراه كره القدم الساعه 8 وهيكون الافتتاح الساعه 5، وزي ما بقول باذن الله محضرين مفاجاه باذن الله يا رب تعجب جماهير النادي الاهلي. الحقيقه هو لغايه دلوقتي التاكيد يمكن لغايه من حوالي ساعه هيبقى 16 فريق لغايه دلوقتي. ما شاء الله، ده عدد كبير يا كابتن. جدا عدد كبير. فرقتين من مصر، النادي الاهلي ونادي الشمس، بالاضافه ل 14 فريق. يعني من يعني عايز اقول لك من اقوى الفرق الافريقيه الحقيقه، هتبقى بطوله قويه جدا، لان حامل اللقب نسور قرطاج مشارك، فريق الانابيب الكيني وفريق بريزون اللي هو السجون الكيني مشارك، فرق فاب الكاميروني، يعني دول الفرق اللي هي بتنافس دايما على البطولات الافريقيه. فاعتقد ان البطوله من حيث الكم 16 فريق يعني كتير قوي، من حيث الكيف يعني احسن فرق القاره موجوده. فبنتمنى باذن الله، الفريق عاد امس من معسكره في سلوفينيا بقياده الكابتن حمدي الصافي، والحمد لله يعني اللعيبه كلها في حاله عاليه جدا. نتمنى ان احنا باذن الله الفريق يفوز بالبطوله ويسعد جماهير النادي الاهلي ويهديهم لكاس البطوله باذن الله كما عودتهم دائما. طب سؤال اخير يا كابتن، مش هطير على حضرتك، هل احنا يوم الثلاث وقت ماتش دور ال 32 في بطوله افريقيا لكره القدم ممكن النادي الاهلي يلعب في المباراه الافتتاحيه، ولا ده ما نقدرش نحدده من دلوقتي؟ هو طبعا يعني جرت العاده ان لازم في الافتتاح لازم المنظم هو يلعب المباراه الافتتاحيه. بس لما حضرتك احنا يعني احنا كان عندنا اثنين بروجرام يعني لحفل الافتتاح، لان احنا مطلوب لينا يوم 25 برضه بطوله الرجال هتبتدي حفل افتتاح ثاني، فكان في اثنين يعني بروفا لحفل افتتاح. قررنا ان احنا يعني نختار الحفل اللي هو قصير شويه على اساس ان احنا نحاول نخلص بدري علشان المباراه تتلعب والناس كلها تقدر اللي عايز يتوجه للاستاد القاهره لمعازر فريق كره القدم او يتابع على شاشات قناه النادي الاهلي او القنوات الناقله. فباذن الله يعني هنلعب مباراه الافتتاح، وباذن الله الوقت هيكفي يعني في ثلاث ساعات ما بين المباراتين، فربنا يسهل باذن الله والجماهير تقدر تتابع الافتتاح وباذن الله بطوله افريقيا باذن الله كره القدم. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. مجهود كبير، مجهود عظيم بيبذل عشان يطلع البطولات والالعاب الجماعيه بالعاب الصالات بهذا الشكل. الحقيقه لازم اطلع